تعال نشوف المهندس احمد والي معانا على التليفون، رئيس قسم نقل البيانات في احدى شركات الاتصالات الكبرى. اهلا بيك يا باشمهندس احمد. مساء الخير يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ليك وكل مشاهدينك المحترمين. اخبارك ايه؟ ده احنا لتحياتنا ليك. قول لي، هو الحذف مبني على اساس الايه يعني، من وجهه نظرك ومن تجربتك ومن خبرتك الواسعه؟ طيب خلينا الاول يعني اظهر دعمي وتعاطفي الكامل مع شعب فلسطين، يعني ربنا يقويهم ويبقى معاهم ان شاء الله، ونشكر القياده السياسيه بتاعتنا على دعمها للقضيه الفلسطينيه. اللي حصل ان الاتحاد الاوروبي في اغسطس اللي فات اصدر قانون جديد لضبط الحوكمه بتاعه ما ينشر على الانترنت، سواء على الفيسبوك، على منصات البحث، على جوجل، على فيسبوك، على امازون. حتى الحوكمه اللي حطتها دي او القوانين اللي حطتها دي عشان يعني تتاكد ان مفيش منشورات كاذبه تنشر على الفيسبوك، مفيش منشورات بتحض على العنف والكراهيه، مفيش منشورات بتضلل الراي العام او توجه الراي العام، مفيش حاجات سلع ممنوعه بتتباع على الانترنت، يعني عشان يامن الانترنت ويدي كمان حق ان المستخدم يبقى من حقه يختار الحاجات اللي تطلع له، يعني ما الا هو مثلا ما بيحبش يطلع له منشورات عن الحرب، من حقه انه يقول انا مش عايز يطلع لي منشورات عن الحرب. فهم حطوا زي حوكمه عامه كده على المنصات كلها الكبرى، ازاي تنشر ايه وما تنشرش ايه. اللي حصل في غزه المره دي بقى ده اول تطبيق عملي للقانون ده، ان هم قالوا اي نشر عن حماس او تعاطف مع حماس هنعتبره مصنف تصنيف الحض على الكراهيه والعنف، اللي هو متعرف عندهم بالكلمتين دي. حماس تحديدا يعني؟ نعم، حماس تحديدا. حماس تحديدا، اي تعاطف مع حماس وفي القضيه الفلسطينيه طبعا يعني، بس هم ركزوا على حماس بالذات، وقالوا كمان ان احنا رافضين التهديد اللي قالته حماس في التلفزيون، ان هو لو حصل هجوم هنبتدي نقتل مدنيين ونذيع على الانترنت. فقالوا احنا كمان صاحيين للكلام ده، واول ما ينزل فيديو بهذا يعني الموضوع هنحذفه فورا. ماشي. فهم اعتبروها يعني من مصنفه في الحد على الكراهيه. طب والعكس؟ العكس ما هو العكس، ما حدش جاب سيرته، بس هم قايلين هم شالوا منشورات بالعربيه والعبريه. انا ما اعرفش العربيه والعبريه قالت ايه بصراحه، بس ما قالوش العكس، هو كلام اتكلم عن حماس بس. طب يعني حماس وفلسطين بس هم المنشورات عليهم محظور. وانا اعرف كمان ان في ده، في مش بس كده، في دول في اوروبا ابتدت كمان تطلع قرارات بالشكل ده، اللي هيظهر اي تعاطف في الشارع او على السوشيال ميديا برضه هيتاخدوا ضد اجراءات، يعني الموضوع مش بس السوشيال ميديا. تمام، انا بشكرك جدا باشمهندس احمد والي، رئيس قسم نقل البيانات في احدى شركات الاتصالات.